السلام عليكم، هل من السهل عليك أن تحدث أناس لا تراهم؟ وهل يمكنك أن تخاطب من لا تعرف آراءهم وتوجهاتهم؟ وهل من السهل عليك أن تستهدف فئة معينة من الجمهور؟ معكم درويش معوض، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. بحب أتشكر كتير كل الإخوة والأخوات اللي اشتركوا معي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، والإخوة والأخوات اللي لسه ما اشتركوا معنا إن شاء الله يشتركوا معنا ويفعلوا زر الجرس عساس توصلوا من الحلقات القادمة إن شاء الله. وبهيك بهاي الحالة إن شاء الله بتكبر القناة وبسجل الفيديوهات أكثر، ونحاول إنه ننشر الفيديوهات بين الناس على أساس إنها تعمل فائدة. بهذه الحلقة يا جماعة بحب أني أتكلم شوي عن قضية اليوتيوب وعن خبراتي وتجاربي باليوتيوب. أنا كنت يعني بالسابق سجلت حلقتين عن قضية اليوتيوب، حلقة رقمها 100 وحلقة رقمها 105، وكان في فرق يعني سجلت بين هذول الحلقتين شوية حلقات، لكن المرة هذه أنا حابب أني يعني أسجل الحلقات وراء بعض على أساس إنه يعني إنه تعمل فائدة، وإنه ما نفقد اللي إحنا يعني اللي إحنا حكيناه بالحلقة هاي ما نفقده، لأنه في فترة يعني طويلة بين حلقة والتانية. طبعا يعني في مشاكل كتيرة ممكن إنها أو صعوبات كتيرة ممكن إنها تواجه كل الناس اللي بيدخل على اليوتيوب أو على أي نوع من وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة اللي زي اليوتيوب، لأنه أنت عمالك تتكلم مع ناس أنت ما عم بتشوفه. هذه الحقيقة يعني كانت أول يعني تجربة إلي في حياتي إني أنا أجلس في غرفة وقدامي مايكروفون أو يعني خلوي أو كاميرا، وأنا أتكلم مع ناس أنا ما شايفهم. يعني أنا عادة أو إني أنا يعني إنسان كتير بحب المجتمعات الحقيقية، ودائما يعني بروح مثلا بقعد مع الناس بتكلم معاهم، ويعني بتحب إنه أجلس مع طلابي أو مثلا الإخوة والأخوات اللي كانوا يعني درسوا معانا البروفيسورية، وحتى إني بروح على القرى وبقعد مع المزارعين وبقعد مثلا مع التجار الصغار واتكلم معاهم على أساس إني يعني هذه شغلتي يعني بإدارة المجتمع وبالاقتصاد. فلما أنا بديت مثلا على اليوتيوب، أول صعوبة يعني واجهتها بهذا الموضوع إني أنا عمالي أتكلم مع ناس أنا مش شايفهم. يعني أنا قاعد في غرفة قدامي هذه الكاميرا أو الفيديو الموبايل، وعندي أضواء وعني عمالي أتكلم مع ناس أنا مش شايفهم، يعني كانت صعبة كتير. فهذه يعني إحدى التجارب اللي أنا يعني حاولت إني أتغلب عليها، وممكن إنه أي أخ وأخت إنه يعني بدهم يدخلوا ويسووا يعني قنوات على اليوتيوب ممكن يقابلوا هذه المشكلة. فطبعا يعني شوي شوي القضية هات تنحل مع الـ مع الـ مع الـ مع الوقت. فما تخلوا هذه يعني إذا كان عندكم صعوبة في هذا الموضوع إنه إحنا كيف بدنا نقعد على طاولة أو نقعد في غرفة فيها ضوء وبس وما فيش فيها أي صوت وفيش فيها أي حركة ومعناش ناس إنه نقعد نتكلم معهم، هذه راح تكون شغلة صعبة كتير. فعلا هي شغلة صعبة كتير لكتير من الناس، خاصة الناس اللي زي اللي هم يعني تفاعلهم مع المجتمعات الحقيقية وتفاعلهم مع الناس سواء في الجامعة أو في الشارع أو في السوق أو في القرى أو في المدن. لكن يعني ما تخلوا هذه العقبة أو هذه الصعوبة تمنعكم إنه أنكم تدخلوا على اليوتيوب وتسجلوا حلقات، حتى لو في البداية كان يعني يكون في شوية صعوبة، لكن مع الوقت إن شاء الله تقدر تتغلب على هذه الصعوبة. طبعا الصعوبة هذه من يعني بتنتج من إيش؟ إنه أنا مثلا لما كنت أدخل على المحاضرات أو مثلا أكون في ندوات أو في مؤتمرات، لما أتكلم أني أشوف الناس قدامي، فأنا بقدر أني مثلا أطلع على الناس على عيون الناس، هذا موافقني بالرأي، هذا مش موافقني بالرأي، هذا مثلا حابب الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. فأنا كنت يعني أخذ الأفكار هذه اللي أنا مثلا بشوفها قدامي، وحاول أني أنا بالمستقبل أجدد من طرحي للمواضيع اللي أنا بتكلم فيها، وأستفيد من خبراتي في التكلم مع الناس في المجتمعات الحقيقية. لكن حقيقة يعني أول مشكلة واجهتني بهذا الموضوع هي كانت أني أنا قاعد في غرفة عم بتكلم مع حالي ومش لاقي حدا يعني أني أنا أشوف يعني هو موافقني بالرأي أو أنه يعني ماشي حال أو مش ماشي حاله. أو فيعني هذه قضية فعلا صعبة، لكن مع الوقت ممكن أنه إحنا نقدر نتغلب عليها. القضية الثانية يا جماعة اللي أنا واجهتها أو المشكلة الثانية اللي أنا واجهتها على اليوتيوب، اللي هو أنت عمالك بتخاطب ناس أنت مش عارف شو توجهاتهم، مش عارف شو أفكارهم. لما مثلا أنت بتدخل على ندوة أو مثلا بدخل على مؤتمر، أنا بكون تقريبا عارف أنه يعني شو
المؤتمر هذا إيش الفكرة تبعت المؤتمر، بكون عارف إنه الناس اللي جايين على المؤتمر هم مثلاً إسلاميين، هم ليبراليين، هم علمانيين، الرجال أكثر من النساء، شو نظرة النساء مثلاً إذا كان مثلاً بيتكلموا عن حقوق المرأة أو عن حقوق الرجل، شو نظرة النساء لهذه المواضيع. فأنا بكون أنا يعني عندي فكرة عن الموضوع اللي أنا بدي أتكلم فيه. لكن طبعا لما بتكلم انت في غرفة هيك قاعد لحالك وعمالك تتكلم كأنه بتتكلم مع نفسك، وانت عارف انه هذا الفيديو مثلا راح يشاهدوه كتير من الناس، فهذه فعلا مشكلة حقيقية انه انت بتصير مش عارف ايش بدك تحكي. يعني انا اوقات بكون مش عارف ايش بدي احكي، لانه انا مش عارف انه مثلا هذول الناس اللي عماله بيسمعوني ليبراليين ولا مثلا علمانيين او مثلا ناس اسلاميين او ناس يعني هاي المواضيع فارقة معاهم ولا مش فارقة معاهم. أنا عمالي مثلاً بتكلم عن الفقر في المجتمع، فبتلاقي إنه مثلاً في ناس بيوافقون الرأي، في ناس بيقول لك لا الفقر هذا هو فعلاً يعني بيؤدي إلى تفكك المجتمع، في ناس بيقول لك لا الفقر ما بيؤدي إلى تفكك المجتمع. فأنا عمالي أتكلم وعمالي بخاطب الناس، لكن أنا مش عارف في إيش توجهاتها ومش عارف مثلاً إيش أفكارها. ولذلك لما بدنا نتكلم بهذا المواضيع لازم نكون حذرين كتير، ولازم تقريباً نفهم إيش ردود الفعل أو ردود أفعال الناس على الفيديوهات تبعتنا، على أساس إنه إحنا لما بسوي فيديوهات من يعني أو أنا لما بسوي فيديوهات بحب إنه فيديوهاتي توصل لكتير من الناس، فبحب إنه كمان يعني أعالج المواضيع اللي أنا بتكلم فيها بطريقة علمية تخلي إنه الناس مجذوبة أو يعني تنجذب للي أنا عمالي بتكلم فيه. فهذه قضية كمان يعني بتواجهني أنا وبتواجه كل الناس اللي ممكن إنهم يعني يتكلموا على اليوتيوب ويفتحوا قنوات على اليوتيوب. هذا الموضوع برضو موضوع مهم وممكن إنه إحنا نتغلب عليه شوي شوي، لأنه لما إحنا يعني نتكلم بالحلقات طبعا راح يجي مثلا ناس راح يردوا علينا، وراح مثلا نتعرف شوي شوي على آراء الناس ونتعرف على خبرات الناس، فهذه القضية كمان بتنحل. فإذا كان عندك هذه المشكلة أو عندك هذه المشكلة أنت خايفة من أنه تتكلمي مع ناس يعني ما بتعرفيش أو ما بتعرفوش شو آراءهم وشو أفكارهم، يعني بتعرفوش هم كيف ممكن يفهموا المواضيع اللي أنتوا عمالة تطرحوها، فعادي جدا ما تخافوا وما تخلوا هذا العائق انه يمنعكم انكم تروحوا على اليوتيوب. لا بالعكس، انه شوي شوي راح تتعودوا على هذه القضيه، وراح يعني يجي فيدباك، راح يجي اشياء يعني الناس هي راح تتكلم معاكم وتقولكم انه انتوا هين صح وانتوا هين غلط، فانتوا راح تصيروا تعرفوا شوي شوي كيف افكار الناس وشو توجهات الناس اللي عماله تسمعكم. كمان يعني في قضيه ثالثه يعني ممكن تواجهني واجهتني انا وممكن تواجه اي واحد بيروح على اليوتيوب، اللي هي كيف انت بدك تستهدف فئة معينة من الجمهور. يعني مثلا اذا انت بتتكلم مثلا خلينا نقول انه انت نجار، طبعا لما بدك تتكلم بالنجارة فانت بتعرف من الجمهور تبعك الناس المهتمين بقضايا النجارة. مثلا انت فيزيائي بتتكلم بقضايا الفيزياء، بتعرف انه مثلا الناس اللي بتهمهم قضايا الفيزياء. طبعا انا لما اجيت بدي اني اتكلم على او بدي افتح قناه على اليوتيوب تغلبت كتير بقضيه انا شو بدي اتكلم على اليوتيوب، وهذه القضيه كمان ممكن انه كل الناس يعني تواجههم هذه القضيه وهذه الصعوبه وهذه المشكله، انه انا بدي افتح قناه بس انا ايش بدي اتكلم على اليوتيوب، ايش بدي اطرح على اليوتيوب. فمن هذه الناحيه انا كيف يعني تغلبت على هذه المشكله، اني انا بديت احط اسماء للقناه تبعتي، مثلا درويش معوض وتنميه المجتمع اللي انا هاي اخترتها، التنميه الاجتماعيه، التنميه البشريه، التنميه الاقتصاديه، صرت اختار يعني احط اشياء. انا قاعد مثلا عمالي افكر بيجي على بالي مثلا اني بدي اسمي القناه تبعتي هذا الاسم، فاروح انا اسجله، وبعد هيك يعني اصير انا افكر بالاسماء هذه واشوف ايش الاسم اللي انا ممكن اتكلم فيه باكثر يعني باكثر من مجال وباكثر من موضوع. مثلا لو انا تكلمت مثلا عن التنميه الاقتصاديه او تكلمت على الاداره وبس، فراح اني انا احدد نفسي بمواضيع الاداره او احدد نفسي بالقضايا الاقتصاديه. لكن انا مثلا اخترت انه تنميه المجتمع، لانه تنميه المجتمع تقدر تتكلم بمواضيع فكريه، ثقافيه، اجتماعيه، نفسيه، اقتصاديه، اداريه، كل حاجه يعني، حتى صحيه، حتى يعني مواضيع مثلا هندسيه، كل حاجة أنت ممكن تتكلم فيها بقضية تنمية المجتمع. على أساس هيك
اكيد راح تواجه الناس اللي بيدخلوا بدهم يفتحوا قنوات جديده، وحتى الناس اللي فاتحين قنوات حاليا هذه المشكله عماله بتواجههم، لانه بتلاقي مثلا انه بتدخل على قناه مثلا عماله بيتكلم في موضوع بعيد كتير عن الموضوع او على اسم القناه. فهذا الثلاث مواضيع اللي انا حبيت اتكلم فيها بهذه الحلقه، اللي هو الموضوع الاول اللي انتم ممكن تواجهوه اذا بدكم تفتحوا القناه، انه انت عمالك بتخاطب ناس او تتكلم مع ناس انت مش شايفهم، مش شايف عيونهم، مش شايف حركاتهم. فهذه قضيه كتير مهمه، انا واجهتها المشكله هاي وشوي شوي حاولت اني يعني اتغلب عليها، وانتم كمان ان شاء الله ما توقفوا عن دخولكم ل اليوتيوب بس لانه انتم عمالكم تتكلموا، يعني قاعد بتكلم معك مايكروفون وفيديو خلوي. القضية الثانية انه انت عمالك بتخاطب ناس ما بتعرفش شو اراءها توجهاتها. شوي شوي كمان انا تغلبت على هذه المشكلة، وانتم كمان راح تتغلبوا على هذه المشكلة ان شاء الله. والموضوع الثالث اللي هو القضية انه انت تختار الجمهور اللي انت بدك تخاطبه وبدك تتكلم معه. فهذه قضية مهمة كتير، لازم يعني قبل ما انه تدخل على اليوتيوب تحاول انكم تختاروا اسماء القنوات تبعتكم، وتحاول انه يعني تتكلموا بمواضيع، تخلوا اسم القناه يعني تقدروا تتكلموا في اكثر من موضوع اذا انتم بتعرفوا تتكلموا في مواضيع يعني مختلفه. وهذه المواضيع المهمه اللي انا اللي حبيت اني اتكلم فيها بهذه الحلقه، وان شاء الله يا ربي انه هذه المواضيع هي فعلا معوقات لدخول الناس على اليوتيوب. وهذه المواضيع يعني كتير من الناس دخلوا، أنا بلاحظ يعني أنا بتابع كتير من الناس على اليوتيوب، في كتير من الناس دخلوا على اليوتيوب وما قدروا يستمروا، حتى لو استمروا قنواتهم لهلا قنوات ضعيفة. ليش؟ لأنه في عندهم ثلاث مشاكل هاي ما قدروش يتغلبوا عليها. ومثل ما بقول دائما إن شاء الله يعني أنا أكون يعني وضحت هذه الفكرة لكم، وإنتوا يعني فكروا في هالأفكار هذه، وإذا كنتوا فعلا ناويين تدخلوا على اليوتيوب حاولوا إنكم تفكروا بهذه الأفكار وما تخلوها يعني تعيقكم عن دخولكم لليوتيوب ونشر أفكاركم في المجتمع. ومثل ما بقول دائما إني أنا قضيت وقت ممتع جدا في تسجيل هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكونوا أنتم كمان قضيتوا وقت ممتع في مشاهدتكم هذه الحلقة والحلقات السابقة. وإذا عجبتكم هذه الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.